لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم القمر في مواجهة برجهم، وبقول لمواليد الجدي احذروا التسرع النهاردة في الأمور القانونية وكمان في توقيع الأوراق والعقود. ولو كنتوا متجوزين مهم جدا ان انتوا يعني تتعاملوا بهدوء مع شركاء الحياة، ولو عندكم شركاء في العمل نفس الحكاية، مهم ان انتوا تكونوا متفهمين ومرنين مع شركاء العمل.